السلام عليكم البنات، زوينات الغزالات، الشباب كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال، ناشطين ناشطين فرحانين. يعني اليوم البنات نشارك معكم ثاني غداية، وهذه أكلة البنات إيطالية. عفرين عزيز عليا المطبخ الإيطالي، شبيه تقريبا بالمطبخ المغربي، شوية ديال يعني شوية ديال الفرق اللي فيه، ولكن شبيه بالمطبخ ديالنا، كيعجبني أنا المطبخ الإيطالي. عندنا زبيطة، عندنا البصيلة، عندنا البزار، عندنا مليحة طبعا، كل ما كيدير فيها زيت الملحة، اللي بغا يدير زيت العود يديرها، اللي بغا يموت كيدير زيت الماء، إذا بغا يدير زيت العود راه تجي زوينة. عندنا هذا المعد داك لي زيبينار، اليابسين، الريحان، يابس، راه كاين موجود فيه سبع في الأسواق التجارية. هاد الأكلة عندنا زوينة كتشهي، فيها واحد المكون مكيبغيوش لنا الوليدات، وبهاد الطريقة يقدرو ياكلو لينا بزاف ديال الرجال والوليدات، مكيبغيوش ياكلو هاد المكون إلا عرفوه كاين في مرقة أو مكيبغيوش، ولكن بهاد الطريقة صدقوني غياكلوه. البنات ها هو المكون، المكون ديالنا هو هذا، هذا الباذنجان البنات، قطعتو ورقدتو في الملحة والماء واحد تلت ساعة، بغيتها ما تلق داك الكحولية اللي فيه، ناخد البنة ديال الملحة في اللبة ديالو، في اللب ديالو. دابا غنبقاو نشحر هاد المكونات بجوج، نضيفو ليهم الفول الأحمر والفرقوم علوي طبعا. دابا نغطيو على هاد المريقة ديالنا، نشحرها مزيان، نمرقوها بعدا عاد نغطيو عليها. دابا باقي كتشحر، غادي نمرقوها بواحد شوية د الماء، واحد نص كاس تقريبا، ونخليوها تهبط طيب. كل في المغرب كنديرو الباذنجان مع التومة، مكنديرش الباذنجان مع البصلة. هاد الوجبة هادي راه جربتها ديجا، حطيتها في المطبخ الطلياني وجربتها، وخا مع البصلة كيجي رائع جدا. صدمني انايا وندمت لي ما كنتش قبل كنديرو مع البصله. والله هو كويس غير تاع الماء، ما يعادل نصف كاس عادي. دابا نخليوه يطيب. لا
باش نطيبوا الحاجه اخرى. البنات هنا عندي البصله والكفته و مطيشه ديال مطيشه المعلبه ومطيشه العاديه والكيتشوب ولا مطارد والفلفله حلوه مشويه وخضره مشويين بجوج، لا خضره وفلفله حمراء مشويين. هادو البنات انا كانوا عندي بقايا من يعني من وجبات من حاجات من حشوات من كانوا عندي بقايا حيت هادي كانوا عندي بقايا من حشوات انا رجع ديال فلاحه مفروض غادي نقطع دوائر في هادي. كانوا عندي بقايا كانوا في المجمد يلا جبتهم. انا حتى الحشوه شفت ليا من الخبزه المدفونه اللي كان الحين كنقطعين صغار زدتها هنايا. غنزيد الصلصه السمك و السودا ونزيد شويه المطار عليهم. مرة المكونات كلشي فيها في المطار البنات هيا عندي شويه ديال الصوجا عندي الحار انا عزيز عليا الحار نفرح شويه نخليو هاد الشيء يتغسل لينا اللي اصلا فيها الكيتشوب كيفليكم لينا تتميلونجا هادشي مزيان نتوما تكتفيو غير بالفلفله والبصله والكفته و كيتشوب وصلصة الطماطم و الفلافل كيدينا مشويين. أنا راه درت بزاف فيها ولكن عجبني هكا شفت فيها ال هدا فيها الكيتشوب في كتلصق كتكرماليزا. يلا البنات نتلاقاو باش نكملو الوجبة ديالنا. البنات حنا رجعنا نكملو الوجبة ديالنا. كي قلت لكم هاد الكفتة مع مطيشة مع الكيتشوب مع الفلافل الحمراء والخضراء هل الباذنجان مع البصله والريحان ومطيشه طبعا هو فيه مطيشه. هذه بطاطا مسلوقه نهبطوها هكا ندير لها شويه الزيت بزاف الملحه نخلطها مزيان ونرجعو باش المليحة هالبزار طبعا هالزيت. كي كنقول لكم انا خدمت اليوم بزيت المائدة اللي بيخدم زيت العود مزيان حيت انا زيت العود سالت ليا ما بغيتش نشريها حيت بغيت نشري ديال كساب يعني ديال الفلاح باش نشري هذيك اللي مرفه كنشري المعلبه. صافي دابا الزيت بدات كتوجد موجوده تبارك الله موسي على شي زويت تجيني ما بغيتش نشري هذيك ما طاليانين كيديروا زيت الزيتون بحالنا بزاف كيخدمو بيه
نركو هادي ونرجعو باش نوريكم التفاصيل. غندير شويه زيت في هاد الملح. في كويزين في كويسون غنغلو القاعدة ديال الزبدة كيما كتسميه. نجيب المحتوى ديالنا انتما. هذه العمليه غندوزو لي بالكلام ديما هكا البنات غير بالعقل باش تسرح لنا الزيت ديالنا هنا. الى جريب مسيطر عليا هكا مروحه شويه ماشي بحال كي كنت ولكن شويه مازال. هنا غنخليو فيه شويه بزاف على حسب باش ما تخرجناش الحشوه. نتوما غتشوفوا البنات المرحلة الموالية هي هادي. ممكن ديرو البنات الطرف اشكيري العادي طرف اشكيري ممكن تستعملوه وديروه قطع طريقات او اي جبن عندكم بطاطي وزوين بحال هكا. انا عندي هاد الفرماج غنستعملو علاش لا. قلت لكم نتوما عندكم الدار الا قطعوها ديرو عندكم الفرماج اللي تيكون صغير مكركب هذاك ما عرفتش سميتو ديرو اي جبن عندكم ممكن تستعملوه استعملوه
قلت لكم لا بشكيري عادي المثلث او المربع يجي زوين. دابا البنات ندوزو الروليو هادشي ديالنا بحال هكا. هكا البنات وغادي ندخلوها للمجمد تشد لينا في روحها مزيان ونرجعو معاكم ان شاء الله باش نكملو الوجبة ديالنا. طيب البنات رجعنا نكملو الوجبة ديالنا بعد بدلينا شوية هداك هاديك البطاطا بردات لنا في الفريكو باش نقدرو نقطعوها. أول حاجة نزلو هاد المريقة ديال البصلامات بالدنجال في المول ديالنا واخا مدهناش بالزيت ونورمالمون خصني ندهنو بالزيت شي مشكلة هي فيها الزيت أصلا. الطريقة البنات شوف معايا هكا البنات بنات نتمنى تكونوا كتشوفوا شنو كندير. غير هكا البنات نحاولو ندخلو هاد البطاطا ديالنا كاملها ان شاء الله في هاد المول. نحاولو ندخلو هاد الدهية هنا صحة المعمود المول بحال هكا. دابا الخطوه الثانيه انا عندي البارميزان ممكن تكتفيو فقط بالموتزاريلا البنات. انا اصلا عندي البارميزان غندير منه شويه هكا كتفيو بال يعني ماشي ضروري هذا ماشي يعني اجباري هذا غير انا بغيت نضيفو الفطور
عندي اصلا في الفريغو اللي ضروري هو هذا، هو الموتزاريلا البنات، هي الإجبارية، هي بنات. نتمنى انكم يعني تدعموني كالعادة، لايك سبسكرايب الكومنتيرات الزوينين اللي كتشجعني، بارطاجيو البنات مع صحاباتكم دراري، بارطاجيو نتوما مع الجروبات ديالكم. اللي دخل جديد مرحبا به، نتمنى انه يفعل الجرس للكل باش يوصل كل جديد. هذا هو الكراتان ديالنا اللي بتنجل وبطاطا بهذه الطريقة. الحبابات ديالي راه وليداتكم ياكلوا لكم الدنجال، ترجالكم ياكلوا الدنجال، كاين شي بعدا الرجال ما كيبغيوش الدنجال. نتلاقاو بعدا حتى بعد الشي ان شاء الله. البنات ها الغدا ديالنا وجد لينا، راه زوين يبردش ليا شويه ونحط نتغدى. كنتمنى انكم تجربوا تردوا عليا الخبر في الكومنتيرات، قول لي كيجاتكم هاد الاكله الطريانيه الزوينه، راه غنيه ولذيذه و ريحتها طالعه كتشهي. البنات كنموت عليكم، بيزو عليكم، باي باي.